تما جيه جيه من هنا جيه. صافي خليك قيدو عمرو الدنيا قالك يا عمرو. كنشكروا بعدا موقع الجوال هذا البديل اللي جا عندنا السوق كاسابره حتى وحنا كنترحموا بعدا على ارواح الضحايا اللي ماتوا الله يرحمهم ويسعدهم على جنود مجندين وراء صاحب الجلال الملك محمد السادس. وكنشكروا بزاف لانه حب فينا جميع الامم جميع الشعوب وجميع الديانات. حسن مالك الناس اللي ماتوا الله يرحمهم راهما اولياء هما عند الله سبحانه وتعالى. اللهم ابدي لهم دار خيرا من دارهم. حنايا كتوزر كسابراتهم ضامني مع خوتنا بصحتنا بفلوسنا بكوسيرنا مريتو جيت باش نتساهم معاهم وبكينا واللي مكان يكثر هو الملك ديالنا حفل فينا جميع الشعوب وكلشي كان معنا في الكوره في الزلات كلشي كيبغينا. عاش الملك وعاش المغرب داخل الوطن خارج الوطن عاش الملك. السلام عليكم يا الاولانيه. احنا عندنا هذه المبادره هذه باسم تجار كسابراتا كاملين باسم الاحياء الشعبيه اللي هنايا حتى هما ساهموا معنا في هذه المبادره المزيانه اللي عملنا. حتى حنا خوتنا مسلمين ماتوا حتى حنا كنعاونوهم الله يرحمهم ويوسع عليهم كاملين واجعل مثواهم الجنه. وحنا تحيين حتى حنا تعاوننا بجميع الحاجز نادم الحوايج اللي كتب الله حنا وقفنا كاملين بينا وقفه وحده متطوعين كاملين تعاوننا خوتنا مسلمين اللي ماتوا في الزنزان الله يرحمهم ويوسع عليهم. السلام عليكم. بعدا كنعزي في الشعب المغربي هاد الناس اللي توفاو المغاربه ديالنا الله يرحمهم ويوسع عليهم واللي الله يشافيه اللي الله يشافيهم يا ربي في هاد النار. حنا تطوعنا كاملين الحمد لله الناس التجار ولا الناس الحي ولا المتطوعين اللي جازوا قمنا بهاد المبادره حيت المغاربه معروفين عليهم الكرم وكيشبروا بعطيتهم الحمد لله يا ربي هادي راه كيفرحنا هاد الشيء والله يرحم الموتى ديال المغاربه وحنا كنساهموا الحمد لله يا ربي كنشبروا بعطيتنا والله يكثر الخير من كل شيء والله يرحم والديكم. هاد المبادرة الحمد لله الناس ديال السوق كاملين عملوها والدراري ديالنا كلشي خدام الحمد لله. انت كتشوف الخير موجود الحمد لله ما طلعت ماكلة كاين يساهم جايب قريعة الماء مسكين في يدي وكاين جاب لنا حوايج ومن الدار ما عنده باش يساهم ما عنده باش يساهم ساهمي بقريعة الماء وجاب لنا حوايجات ديالو من الدار الحمد لله. حنا مغاربة وكنقول لذوك الناس الله يرحمهم اللي ماتوا لنا الله يرحمهم واللي مريض الله يشافيه اللي مريض الله يشافيه. وهاد الناس تنقولوا الله يرحم الوالدين كاملين هاد الناس كاملين الله يرحم الوالدين. شوف الناس كانت الناس كانت داخلين السوق غير تسوق عادي ما في راسها والو تزقى حتى هي الحمد لله حتى هي كتعاون مع هاد الناس والو عادي راه كانت داخلة الحمد لله. حنا هاد الشيء هذا ما عند الله حنا المغاربه الحمد لله والله يرحم دوك الناس الله يرحمهم واللي مريض مسكين الله يشافيه الحمد لله على كل حال الحمد لله الله يرحم الوالد الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم امين. اللهم اغفر لهم وارحمهم امين واعف عنهم وعافيهم امين. اللهم اجعلهم من اهل الجنه يا رب العالمين امين. اللهم اجعلهم من اهل الجنه يا رب العالمين امين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات امين والمؤمنين والمؤمنات امين الاحياء منهم والاموات امين. اللهم ارحم موتانا امين. اللهم ارحم موتانا امين. واشف مرضانا امين. واشف مرضانا امين. ارحم من علمنا يا رب العالمين امين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في اي مكان اللهم انصرهم على اعدائهم امين. اللهم انصرهم على اعدائهم امين. اللهم ارفع رايتهم اللهم ارفع رايتهم امين. اللهم انصر اخواننا المسلمين يا رب العالمين امين امين, آمين. والحمد لله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.